توفيق اتصل لي وسألني عليك أنت وغسان. وين اختفى صاحبكم؟ ما هو صاحبي سليم وادي مع أحمر بوجي. ما جاء عندك الا وانت دايرينه، ما الحين ما تعرف شنو؟ الظاهر انه حصل له هبشه كبيره شلبه وسافر سياحه. اول مره ادرى ان خالي يحبني. ما شاء الله رجعت الورشه مثل ما هي، كانه ما حصل فيها شيء. باري يا خال النو قعدت لك عملية دسمة. انت دجن انا وماشي. قالوا عندك فعلت عملية. بعدها خريطك هذا عضرك قوي يا ابني. قالوا الخال والي بتخاف على ايامه. قلق عليا، خايف عليا بعد العملية وماشي يا ولدي. ما قلت ما لا بني وينك؟ الموضوع كله قد ربيش، كلهم مربوشين إلا وليد. حاسبها صح انه وانت خرجت من المستشفى وقطعت المسافه هذا كلها علشان تقول لنا كلمتين هذا؟ تحاكى ما تشتي. اشتي اعرف من هو جابر الرياحي.